مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. ونحن الآن رفقة هذه الأم اللي عندها 3 ديال الأطفال، مازال صغيرة وعندها مسؤولية كبيرة، يعني تقريبا راه هي الأم هي الأب هي اللي هزة الوليدات ديالها. كانت مخاصمة مع الزوج ديالها لمدة سنة تقريبا، ياك أختي؟ وانتوما مفارقين، وملي رجعات ليه ورجعوا حملات انتم كيف ما كتشاهدوا. دابا هو الشهر ديالها مجموع عليها الكرا كتخلص 18 ألف ريال في هذا البيت هذا، وبزاف ديال الأمور، وغادي تقدر انها تشرد هي وهاد الوليدات، وعاد زدوا على مصاريف ديال الولاده، وهاد الاب كيف ما كتقول انه ما متحملش المسؤوليه نهائيا. السلام عليكم اختي، شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك، شنو محتاجه؟ شنو نقول لك اختي؟ راجلي دابا كنا مخاصمين عام، دابا ملي رجع ودخلوا العائله وداك الشيء يعني تخاصمتوا غتطلقوا صافي، يعني احنا ما وصلناش للمحكمه ولا شي حاجه، يعني هو عام دابا باش جالس في دارهم. ملي دخلوا العائله ديالو وديالي وداك الشيء وقالوا لي رجع لوليداتك وهادي، انا واخا رغم داك العام وداك الشيء ومخليني وما مسوقش ليا وهادي، قلت ماشي مشكل، قلت نرجعون نرجع وليداتي، ما كاينش مشكل. كيفاش صرفتي داك العام اختي؟ كيفاش كنتي كتعيشي؟ باش اختي من هوك ومن هوك كنت كنخدم، اللي كتخدمي كنت فكرة كنخدم فك الأب. آه كنت كنخلي الدراري مع جارتي ولا مع الدار ولا مع شي حاجه وكنمشي نخدم، يعني ضروري الا ما خدمتيش راه غادي تشردي انتي وليداتك. يوي هذيك ملي رجعوا داكشي قلت الحمل ثقيل عليا نرجعو ونقول له نعلو الشيطان وهادي. من رجع اختي بدا خدام، في الاول بدا خدام وقلنا صافي الحمد لله الامور رجعت لمجاريها وهادي. حملت ولو انا ما باغاش وداك الشيء ربي عطاني، ما عندي ما ندير. ملي حملت وداك الشيء قال لك انا ما قلتش لك حملي انا وهادي ومن هنا، وانا يعني ما تحملش ما تقبلش. ولكن انا شنو غندير؟ يلا وريني. بنادم غايقول لك كاين سميتو كاين هادي كاين هادي، ولكن بعض المرات المرأة ديما كتقاولها بتقدر اي حاجه تقدر ترى، يعني قلت صافي عطيت الله ما غاداش نطيحو ولا غادا ندير ولا هادي. ايوا هذيك اختي صافي بدا يهبط في المصروف، بدا يهبط في الكرام كيخلصوش، بدا شحال من حاجه ولات شويه صافي ما بقاش جا. السيمانه الاولى السيمانه الثانيه كنعيط لها عند امو حقه ما كاينش حقه هادي حقه من هنا. ايوا دازت قلت لك هادشي دازت عليا 4 شهور ديال الحمل. من بعد زاد، من بعد صافي مبقاش كيبان ليا، مبقى كنعيط على امو داكشي ما كتجاوبني وما كتقول ليا ما كاينش. بعد المره تقول ليا يعني سيد مبقى عليه تا اخبار، هو خدام وما كيصيرش وما كيصرفش على الدراري، وانا 3 الاولاد وكاريه ب18 هنايا، يعني كري جوج بيت على حساب الدراري فين يبركو فين يلعبو فين هادي، يعني بيت واحد كنا مخنوقي ما كنلقاوش حتى فين نعسو. قلنا نكريو جوج بيوت فين نتكاو انا ولادي وفين نرتاحو فين هادي. دابا اختي ملي رجعتي ليه السيد عاوتاني مشى؟ عاوتاني مشى قال لك ما تحمليش، قال لك ماشي شغلي انا فك. ودابا انت اختي عاودي على الظروف ديالك، ما مخلصاش الكرا، ما عندك حتى باش تصرفي على وليدك. انا اختي ملي كنت خدامه كنت الحمد لله، ملي كنت خدامه كنت كنصير كنت كنجيب كنت ولادي كاسيهم صبطهم، يعني راه تخرجي الناس يقولوا لك شنو كاين ما مخلياش فيهم. ولكن ملي وقع لي بحال هكا هذا المشكل حملت وداك الشيء، يعني تعقلت ما بقيت قادره نخدم، ما بقيت قادره ترك عارفه الوحم وسميتو الحمل صعيب شويه، ما حلتك الدراري تشديهم، ما حلتك هوك ما حلتك هوك ما حلتك هوك، بعد المرات تغدي بعد المرات ما تعشيش بعد المرات تفطري بعد المرات الدراري خصهم القرايه، بنتي ما كتقراش عندها التوحد مريضه، ولدي الصغير اول عام جاي خصو يدخل المدرسه، اول كرا دابا شهرين مجموع ما كاينش شي بديل. انا دابا هانتي الشي كيما قلت لك راه كلشي مجموع على حساب الولاد، هذا هو شهري، هاد الشهر خاصني الولادات الاخر ديال الشهر. يعني دابا انت اختي الدرهم كيف ما قلتي ما عندك باش تصرفي على هاد الوليدات؟ انا اختي ما عديش حيت ما خداماش، حيت حتى لا طاح في يدك شي درهم خاصك تجيبيه للدراري توكلي وليدك كتشوفيه في الدراري. انا ما مدوزاش حتى تدواز، ما دايره تحاليل ما دايره شي حاجه، انا باش غنمشي فهاد السبيطار باش غنمشي؟ ما كاين فلوس باش تدوزي، ما كاين حتى الولاده خاصك فلوس حتى الولاده خاصك مثلا خرج لك فتيح ولا خرج لك شحال من حاجه، تخرج لك على غفله خاصك ليكوش خاصك الحليب خاصك شحال من حاجه، ف
في الولادة صعيب الحال. اختي دابا انت النداء ديالك للناس المحسنين اللي قادرين انهم يساعدوك ويعاونوك، شنو تبغي تقول لهم سواء داخل الوطن او خارج هذا الوطن؟ واختي شوفوها من حالي ومن حال هاد الوليدات، هادشي اللي كنت انا هي ملي كنت ما متقلاش كنت خدامه يعني ما كنحتاجش شي واحد، ولكن ملي وقع الفاس في الراس كما كيقولوا ما عندي ما ندير. هادشي اللي كاين. الرقم ديال اختي ديال التليفون شحال؟ 06 49 84 51 53. تجي قناه شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا، هادي ام زوجه ديال الاطفال في العم مازال صغيره يعني في 28 سنه ومازال صغيره وعندها هاد المسؤوليه كامله وعاد حامله دابا حاليا، محتاجه لكم انكم توقفوا معاها وتساعدوها الله يجازيكم بخير. ظروفها صعيبه، مجموع عليها الكرا، عاد مصاريف ديال الولاده ما عندهاش، وليداتها محتاجين لابسط الحوايج حتى هما ما عندهمش. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير تبارطاجيو هاد لايف باش يوصل للناس المحسنين، الناس اللي في قلوبهم الرحمه، باش انهم يساعدوا هاد السيده هادي ويساعدوها على الوليدات ديالها ويساعدوها في المصاريف ديال الولاده اللي محتاجه ليهم، والساكن واخا غير تخلص هاد الشهور اللي كيتساروها ديال الكرا وتخلص هاد الشهور اللي كاين، غير بالوقت بما ولدات والتربيه بدا كيكبر باش ترجع تخدم وترجع تهز وليداتها. الرقم ديالها هو 06 49 84 51 53. الرقم ديالها هو 06 49 84 51 53. وهنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا المباشر، كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر.